السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور رامي إسماعيل. معلومة جديدة النهاردة هنتكلم فيها، مهمة جدا جدا جدا، أتمنى تستفيدوا منها. المعلومة النهاردة هتبقى عن حاجة مهمة جدا 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 في أمراض الكلى، ألا وهي فشل الكلى بسبب ارتفاع ضغط الدم. أكتر سبب أو من أكتر الأسباب اللي يخلي الكلى تبوظ بالبطيء، يمكن ربع الناس اللي بتغسل كلى لهذا السبب، هو ارتفاع ضغط الدم. عشان كده ضغط الدم بيسموه القاتل الصامت. كتير قوي من الناس اللي عندها ارتفاع في ضغط الدم بتبقى بسبب الكلى، وما بيكونوش عارفين ان الضغط عالي الا لما يحصل اعراض فشل الكلى، مغص وترجيع وهبوط ودوخه وغثيان وبطنه قلبه باستمرار، يجي يروح للدكتور، دكتور بطنه يعمل له تحاليل للدم، يلاقي تحليل وظائف الكلى عاليه جدا، يبص يشوف ايه السبب، يلاقي ان الضغط بتاع العيان 180 على 100. ياه انا عمري يا فندم ما كان عندي ضغط عالي، ولا كنت اعرف ان عندي ضغط عالي. اصل انت حضرتك الضغط ده ملوش اعراض. يعني ايه ملوش اعراض؟ يعني ممكن يبقى عندك ضغطك عالي جدا 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 ومش حاسس باي حاجه، ولا صداع ولا اي حاجه ولا اي حاجه، امال اعرف ازاي؟ اما اقيسه؟ طب معنى كده استنى بقى لما يجي لي فشل الكلى واقيسه، ما انا مش هحس بيه لما يبوظ الكلى. غير انه ممكن يبوظ القلب، يعمل تضخم في القلب، يبوظ المخ، يعمل جلطات في المخ. اعرف ازاي؟ ان اقيسه. السبيل الوحيد اللي تقدر تعرف بيه ان ضغطك عالي قبل ما يبوظ المخ او يبوظ الكلى او يبوظ القلب، انك تقيسه. اقيس ازاي ضغطي؟ بجهاز ضغط عادي. ويفضل دلوقتي اجهزه الضغط الديجيتال، في اللي بيتحط هنا وفي اللي بيتحط هنا، الافضل اللي بيتحط هنا. وفي اجهزه الماني او ياباني كويسه جدا وبالضمان، تجيب لك الضغط العالي والواطي، وتجيب لك كمان رقم عدد دقات القلب. مهم جدا 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 انك تقيس الضغط، بالذات لو سنك فوق سن ال40، بالذات لو عندك فاميلي هيستوري او حد من العيله عنده مشاكل في القلب، بالذات لو عندك حد من العيله عنده ضغط عالي، بالذات لو عندك سكر، بالذات لو عندك كوليسترول، بالذات لو عندك مشاكل في القلب او ضيق في الشرايين. لازم تتابع ضغط الدم، والقياس بسيط جدا وسهل. وان طلع الضغط عالي فوق ال 140 90، وعندنا في مصر بيقولوا فوق ال 150 90، لان الظروف مختلفه عن بره، وطريقه القياس لازم تكون قاعد وهادي ومسترخي، وتقيس مره واثنين وثلاثه واربعه، ولما تقيس تقيس في اوقات متفرقه، ولو فضل عالي ساعتها لازم تاخد له علاج لو فشلت الطرق العاديه في ضبط ضغط الدم. وهنتكلم عن الطرق العادية في حلقة تانية إن شاء الله. يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقة دي. كان معكم الدكتور رامي إسماعيل، تحياتنا ليكم في رعاية الله.